عفوا يا اخ، المختار ابو سطيف السروجي وين محله؟ هون. يعطيك العافية. مرحبا يا عم. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلين وسهلين وحبتين امور. عفوا انا عم اسال عن المختار ابو سطيف السروجي. ايه وصلت اخي، انا المذكور. مين حضرتك بلا زغره؟ محسوبك مسعود الاهجر وجاي من بلاد المهجر. يا اهلا وسهلا ومرحبا، شرف ارتاح اخي شرف، يا ميت اهلين وسهلين ومحبتين. بتعرف شو قلت لحالي اول ما شفتك؟ قلت يلي بيلبس هيك بالنيطة اكيد مو من هون، مو من البلد، يعني يا اما بده يكون سايح يا اما مغترب، لانه عدم المؤاخذه نحن هون مو متعودين الا على لبس الطرابيش، اما البلرنيط يعني شغله ما بتفوت براسنا. الحقيقه انا لحظه، هوب هوب، قبل ما تحكي شيء لازم تشرب قهوه مره انت، لانه القهوه، شوف القهوه بتساعد على الهضم اولا، بتفتح القابليه ثانيا، بتخلي المعده تمشي مثل العسل. انت اكيد عم تسال عن حدا وما كنت تستدل، قام ولاد الحلال دلوك علي، مو هيك؟ بالله يلي مو الحق بايدهم، لانه انا ما بتخفاني خافيه، ومنين ما نقرتني ابرن. صحيح هذا اللي صار، لانه انا واعوذ بالله من كلمه انا، انا حافظ نص سلالات وانساب هالبلد، يعني عيال هالبلد، يعني معظم العائلات المهمة عندي شجراتهم، نشروشهم وجذورهم هيك لحتى تصل لغصانهم وفروعهم عندي، واللي دلوك لعندي عرفانين لوين يبعتوك. جزاهم الله كل خير، جزاهم. ايه اكيد، لاني لا، ليش عم بحكي هالحكي انا؟ لاني واحد من خمسة بهالبلد اللي بيملكوا هالمعلومات هي، ما حدا غيرنا بيملكها. بعدين وينك؟ هالحكي ما بينطبق على العائلات الاصلية اللي هو، ما بينطبق ابدا. قد يجوز العكس هو الصحيح، قد يجوز. ليش؟ لانه حتى العائلات النازحة من برا والمهاجرة لجوا والمستوطنة بيناتنا عندي خبرها، بدءا من عائلات داغستان، الشيشان، الالبان، الارناؤوط، وانتهاءا بعائلات اذربيجان وتركمانستان، ومرورا بعائلات ارمينيا وجبال طوروس وكردستان، ووصولا لاحفاد القياصر الروس الهربانين لبلادنا، وكله عندي بهالموسوعه هون هون، يلي قد يجوز تكون مو معبي عينك. ونعم والله، بس انا مثلا على سبيل المثال، حضرتك من بيت بعجر العم واكرين. اعجر بعجر، عظيم جدا. اعجر 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 والسبت، نعم، دقوا على الخشب. بقى السؤال يلي يفرض نفسه، لان في اسئله بتفرض نفسها احيانا، هو التالي: انت بتعرف شو اصل العيله تبعها؟ لا والله. هالعيلة يا سيدي كانت ساكنة بالجزيرة من 100 سنة، وبعدين انتقلت لحوالين الشام هون حوالينا يعني، وبالأصل الأصل هي ما كان اسمها عيلة أعجر، كان اسمها يا سيدي من لا أنت عيلة بعجر، نسبة لقبيلة بعجرية يلي أسسها جدكم الإسباني وستكم الغجرية، وبالظاهر جدكم الكبير كان راسه أعجر شوي، يابس يعني تنح، ومشان هيك سموها العيلة اسم بعجر. لا تأخذني هيك لك، صدقني هي أول مرة بسمع بهالمعلومة. ولسه يا ما رح تسمع، أبو سطيف سروجي أنا، مو مأمون النفوس. بقى قلي شو طلبك، شبيك لبيك أبو سطيف بين إيديك. والله بيت فستق بتعرفهم؟ أنا فستق منه؟ لانه عنا 3 عيال نحن اسمها فستوق، اول عيله اصلا من الحجاز، والثانيه اصلا من وادي حضرموت، والثالثه انفصلت عن بيت موالح من شي 70 سنة، وصارت عيله هيك مستقله بحد ذاتها. بقى يا ترى انت انو فستوق بدك منه؟ بصراحه ما بعرف، بس انا رح احكي لك القصه من اولها، وانت من خلال حديثي اكيد رح تستدل على الفرع المطلوب من فروعه فستوق. شي ناهي، شي ناهي كتير فوقاني، هات لشوف، عم اسمعك انا. انا لما كنت بالمهجر تعرفت على شاعر مهم كتير اسمه عبد السلام فستق، وهالشاعر كانت امنيته بالحياة انه يرجع على بلده ويندفن تحت ترابه، بس للأسف هالامنية ما تحققت، ووافته المنية قبل اسبوع من رجعته على بلده.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أمنت بالله يا عبد. ولا تعلم نفس بأي أرض تموت، ما له نصيب يرجع، اترابه مهد برا. المهم إني لقيت بين وصايا المرحوم وصية بتقول إنه ينطبع ديوانه جديد هون بالبلد، وبصراحة أنا حابب حقق له هالأمنية. يا سلام يا سلام عليك يا أستاذ، يا سلام عليك شو ابنك ابن أصل. والحقيقة أنا معجب كتير بلهفتك بحماسك لتحقيق أمنية المرحوم، بس ما بعرف لحد هلأ ما عرف شو دوري بالموضوع. أنا جايك بالحكي يا عمي أبو سطيف، هو كاتب بالوصية إنه أولاد عمه ممكن يساعدوه بهالشي لأنه كلهم وطنيين ورجال سياسة، ومأكد كمان بوصيته إنه هالديوان ما ينطبع وما ينعطى إلا للشخص الأكثر وطنية بيناتهم. وهون بتبدأ مهمتك يا مختار. مهمتي أنا؟ إينا، والمطلوب إنك تساعدني لأوصل لأولاد عم المرحوم. الحقيقة هالشغلة ضبابية، ضبابية تماماً. ما بعرف. طيب، أنت ما بتعرف شي عنه؟ قول لنا راس خيط. أنا كل اللي بعرفه إنهم ست إخوة وكلهم بيشتغلوا بالسياسة. ها ها، هلا هبت، هلا هبت، رياح اليقين والضباب تلاشى، خلص خلص. اعتبر حالك وصلت انت. يعني عرفتهم؟ واحد واحد عرفتهم. الله يبشرك بالخير يا مختار. قلي كيف بقدر اوصل لهم؟ هدول يا سيدي ملا انت، ست اخوة، ستة وكلهم تجار كبار وملاكين ورجال اعمال، وفوق هالشي رجال سياسي. يعني معروفين كتير بالبلد، واذا بتحب فينا من بكرا نقابلهم. يا ريت والله. انت ولا يهمك تترك هالشغلة عادية، ومن بكرة بنبدأ برضوان فستق. تعالوا تفرجولي على ألبوم الصور. هاي صورتي أنا ورئيس حزب التلاحم. حلوة كتير. طيب أنتر بارانتيز، هاد مين؟ لك هذا أنا. أيوة. وهي صورتي أنا ورئيس حزب التماسك. حلوة كتير، مغير. هاي صورتي على طاولة العشاء بعد مؤتمر الاندماج. ايوه، أنتر بارانتيز، هاد مين؟ لك هذا أنا. كمان؟ ايه، اللي على راس الطاولة. هي صورتي أنا ورفقاتي بمعسكر الاستعداد لحرب فلسطين. طيب أنت وينك؟ أنا اللي عم نط من فوق الحاجز. شي جميل. ايه لك، شو مفكر أنت؟ رضوان بيك تاريخ، تاريخ نضالي عريق وشروشه ضربة بتراب هذا الوطن. ايه سيدي، شو الموضوع اللي جاي من شانه؟ ايه سيدي، شلون لقيت لي اياه لهذا رضوان بيك؟ ما بعرف، لسه ما قدرت كون عنه فكره كامله. طيب ليش ما فتحته بموضوع الديوان تبعه؟ لا ما بيصير، لازم شوف الاخوات كلهم وبعدين نقي الاكثر وطنيه بيناتهم وسلموا الديوان. معك حق مثل ما بدك. ايه وهلا مين بدنا نشوف؟ ها يا سيدي، هلا بدنا نشوف عبد الحميد بيك فستو. انتر بارانتيز، هذا من اكبر تجار الخيول والمواشي، يعني بتقدر تقول عنه ملك الزرايب والبوايك بالبلد كلياتها دون منازع. طيب خلينا نشوف. ما في مانع، تفضل. ايه الله يرحمك يا عبد السلام ويجعل مسواك الجنة. امين يا ارحم الراحمين. بتعرفوا يا جماعة، هالمسكين عاش غريب ومات غريب. هيك حال الدنيا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا اله الا الله. ايه بتعرف يا سيد مسعود، انت فتقت لي جروحاتي. اخ لو تعرف قديش كنت حبه للمرحوم. وهو كمان كان يحبكم كتير وكان يذكركم دائما بالخير. الله يرحمه كان يقول لي اولاد عمي من رجال الوطنيين البارزين ومن اقطاب السياسه المهمين بالبلد. هو الحقيقه ما كذب خبر ابدا من هالناحيه. ليش ما بنقعد بالمضافه ونحكي؟ شرفوا شرفوا. ايه ظريف ظريف بالمضافه. انتر بارانتيز، بعيده من هون. لا 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 شرف، تفضل. ايه حاكم رجلي تجعني. على ما على ما، اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
معلومة انتر برانتيز، عبد الحميد بيك من رجال السياسة الكبار بالبلد، وهو من الناس اللي انخرطوا بالعمل السياسي من أول ما فتحوا عيونهم على الدنيا. يعني انتر برانتيز رضعانين السياسة بالملاطة وهن لساتهم بالإنداءة. ويا ترى عبد الحميد بيك حضرتك من نفس الحزب؟ أنا حزب؟ حزب التماسك، حزب أخوكم رضوان. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت أخي مسعود؟ معقولة أنا أنتسب لهيك حزب معت؟ أنا عضو محرك بحزب الطريق الوعر. ويا ترى هالحزب بيختلف كتير عن حزب التماسك؟ ليك لسه بيقول لي تماسك، نحن وين وهن وين؟ في خلاف بيناتنا من الأرض للسماء. ملاحظة أنتر برانتيز أستاذ أعجر، التماسك رافعين شعار الفشخة فشخة، وجماعة عبد الحميد بيك ضد هالمبدأ من شروشه، ضده تماما، مو هيك عبد الحميد بيك؟ طبعا طبعا. وشو شعار الطريق الوعر؟ كل فردة شكل، قصدي كل فشخة شكل. طبعا طبعا، لأنه السياسة بدها مرونة ومناورة وأخذ وعطا، مو تيبيس راس ولوحني على الفاضي. يعني قصدي باختصار، أهداف ومبادئ أي حزب لازم تكون مرنة وقابلة للتطور وللتماشي مع كل الظروف والمستجدات. أيوة أيوة مفهوم. خود مثلا، نحن تظاهرنا ودعينا للأضراب وقت الحكومة رفعت سعر كيلو الخبز نص فرنك، علما أنه مصلحة الشعب فوق كل مصلحة. بس لما الحكومة شرحت لنا أبعاد القرار وأهميته لاقتصاد الوطن، وقفنا الإضراب فورا واقتنعنا، بينما التماسكيين أضربوا هيك على عماها بدون ما يعرفوا الطيخ من البطيخ. المهم أنتوا اثنين عم تشتغلوا لصالح الوطن والمواطن، وهذا الشيء بيدل على أنه ما في مشكلة بنوب. إيه لكن لكن بيتفستوا عدول، بيت فستو ما في شك بوطنيته واخلاصهم لهالبلد، هاد بيت سياسي ووطني لامع، يعني انتر برانتيز، هدول بيت فستو مو بيت بزر وقضامي. هاي صورة مع رئيس حزبنا، حزب التباكي على الماضي، وهي صورة مع مؤسس الحزب. صحيح، حلو كتير. يا سلام يا سلام على هالصورة، شايف يا استاذ اعجاب؟ شايف عيونهم عم تقدح شرار ووطنية. وحزبنا يا أستاذ هو الحزب الوحيد اللي عرف يقرأ التاريخ صح، والأمة اللي ما لها تاريخ وماضي ما لها حاضر ومستقبل. طبعا طبعا. وللأسف الشديد كل الأحزاب اللي عم تتناحر وتتناطح الساحة راكدة ورا نظريات ومناهج مستوردة من الغرب، ونسيانة أو عم تتناسى تراثنا العظيم وماضينا المشرف. لذلك حزبنا طرح شعار يلي ماله قديم ماله جديد. ومو بس هيك استاذ اعجا، انتر برانتيز الجماعه عم يتبعوا سياسه فشخه لقدام وفشختين لورا. يعني ماجد بيك فستو من الشخصيات المشهود بوطنيتها وغيرتها على التراث العربي وغيره. الشروش ضربة بصخر هذا الوطن. واضح هالشي يا مختار، سيماهم في وجوههم، وعلى ما يبدو العيلة كلها هيك. عفوا، أنو عيلة؟ قصدي إخواتك. لا لا لا، إذا بتريد لا جيب لي سيرتهم أبدا، أنا وين وهن وين؟ يا صار كلهم انحرف وكل واحد أخذ طريق شكل، وما بنقدر نقول إلا الله يهديهم ويردوا لعقولهم. آمين يا رب يا ربي يا ربي، لا تضلنا بعد إذ هديتنا يا رب. لا تواخذونا يا جماعة، أخذنا الحديث وما قلنا لكم شو بتشرب. شاي إذا ممكن. آسف أنا ما بضيف منبهات، لا شاي ولا قهوة. أصبح خلي المسألة على ذوقك يا ماجد بيك. طيب شو رأيكم لبن عيران؟ وسط إذا ممكن. حاضر. يا ابني ثلاثة لبن عيران إذا سمحت، ملح الوسط. أهلا وسهلا يا مازن. مور مختار، الله يرضى عليك. اثنين شاي. أنا ناسي. اكرك. ايه استاذ اعجاب،
شو رأيك بيلي شفته لحد هلا؟ الحقيقة عيلة غريبة عجيبة، لكن ما في عقل واحد منهم بيطبق على عقل التاني. ولسه ما شفت شي. بتصدق يا مختار إنه صار عندي فضول كبير لأتعرف على باقي الإخوات؟ إيه تكرم عينك، شو عليه؟ حاكم أنا هالإخوات كلياتهم عامل لهم برنامج، البرنامج عندي هون. إيه وهلأ صار دور مين؟ ها هلأ صار دور عامر بيك فستو. وعامر بيك انتر بارانتيز واحد من أكبر تجار التحف والأنتيكات بالبلد كلها، من أكبرون. لا والنهفة إنه كلهم تجار كبار. صحيح، بس انتر بارانتيز كل واحد مسيطر على فرع من فروع التجارة، كل واحد. يعني كل واحد له اتجاه سياسي واتجاه تجاري مستقل عن البقية. بالضبط استاذ اعجار، هذا اللي صار فيهم بالضبط. شو هالعيلة هاي؟ اكيد في وراهم سر كبير. انت لا تستعجل وتقول سر مر، بكره بتعرف كل شيء. الله يزيد فضلك إلهي ويخلي لنا إياك ولا يحرمنا منك. إيه والله ضيعتي. شو بتحبوا تشربوا؟ شاي إذا ممكن. أنا كل هالمشاريب اللي بتذكرني بالفولكلور والتراث تبعنا ما بحبها وما بفوتها لعندي. يعني أنا ستايلي غربي بحت، فأنا ما بجيب لعندي غير المشاريب الغربية. عظيم، إذا مو مشكلة هات شربنا اللي بدك إياه. شو بتكون يعني مثلا في عندي كاكاو، كابوتشينو، اكسبرس، جامايكا صوص الكحول؟ كابوتشينو. يا ابن نوار حاضر، هات ثلاثة كابوتشينو زمان. حاضر، خليه يقبي بالرغوة. الحقيقة انا بعزه كتير للشاعر عبد السلام وبعتبره سابق عصره، لانه اتجه للغرب وقدر يقطع جذوره كلها. لا اذا بتريد، عبد السلام ما قطع جذوره ابدا، بالعكس تماما، كان مرتبط بالأرض والوطن وكأنه عايش هون. لا لا يا أستاذ، ليش نحن مو مرتبطين بالأرض والوطن؟ لمعلوماتك نحن كلياتنا عنا حس وطن، بس كل واحد بيعبر عن هالشي بطريقته. خذني أنا مثلا، أنا عضو فعال بحزب اسمه A Look to the Future، يعني نظرة إلى المستقبل. أنت أكيد سمعان عنه. يعني أخذ عنه فكرة صغيرة. حزبنا يا أستاذ عم يتطلع لقدام ولا وراء، عنده مشروع كامل للنهوض بالوطن من خلال الاحتكاك بالغرب والاستفادة من خبرته. بس للأسف لسه في ناس لهلأ عم يحاولوا يشدونا لورا ويرجعونا لعصور ما قبل التاريخ بحجة إنه اللي ماله ماضي ماله مستقبل. أي صحيح، نحن قابلنا أخوك وشفنا قديش مؤمن بهالفكرة. إيه بلا أخي بلا بطيخ مبسمير، أخي غرب السياسة وكلمة بتاخده وكلمة بتجيبه، مخه فاضي، ورقة صفرة بكتاب مهرهير، وسلفي كتير ومتعلق بالماضي أكتر. إيه من صحيح صحيح، بس التاريخ التاريخ تاريخه بس وراح وقته. هاي الدولة الرومانية صارت أعظم إمبراطورية بالعالم وهي لا تاريخ ولا أصل ولا فصل. بعدين حتى بوقتنا المعاصر في أمثلة كتير من هالنوع. ما بعرف، هاي بتضل وجهة نظر. أخي نحن شعارنا واضح وصريح وموضوعي، انظر إلى خلفك بغضب، يعني اطلع لقدامك ولا تلتفت لورا بنوب. ونعم شعار والله. شو وين الكابتشينو؟ الله يسود وشه يا ابن نوار. يا ابن نوار could you please bring us the cappuccino. عظيم كتير، وحيد بيك، داهية كبير، داعية كبير لإعادة بناء وتغيير كل الأحزاب الموجودة على الرقعة على الساحة. شرفنا وحيد بيك. نحن اللي زدنا شرف. وحضرتكم مو منتميين لأي حزب؟
أنا أحد مؤسسين حزب نحن هنا. وشو شعار الحزب بقى؟ ما له شعار. معقول؟ معقول في حزب بلا شعار؟ إيه نعم، نحن حزبنا ضد كل الشعارات وضد كل الخطط والمناهج والأيديولوجيات، والمرحلة هي بالذات ما بدها شعارات، بدها بناء وعمل وشغل. الوطن ما بده حكي وما بده منظرين، بده سواعد تبني وتشتغل. من هالناحية معك حق، هذا أهم مبدأ سياسي ممكن الواحد يحكي فيه. إيه طبعاً، وحيد بيك أنتر بارانتيز ما اشتغل بالسياسة للتسلاية وتعباية الوقت، لا بالعكس تماماً. السياسة ماشية بدمه جنباً إلى جنب مع الكريات الحمراء والبيضاء، مشان هيك وقت بيحكي عن تجربة ونضوج وبعد رؤية، وبيحب يغامر ويقفز بالمجهول قفزة سكية شاطرة. شكراً يا مختار، أخجلتم تواضعنا. بس عفواً، ما عرفنا رأيك بالأفكار اللي متبعينها أخواتك. أرجوك يا سيد مسعود، لا جيب لي سيرة أخواتي أبداً، والله يعين كل حي على بلواه. للأسف الشديد كل أخ من أخواتي انبلى أو تورط أو انساق خلف نظرية معينة أو أسر حاله ضمن نطاق ضيق. طبعاً هذا ناتج عن عدم خبرة بالسياسة وضعف بالرؤية العامة للوضع العام، ويمكن نسيوا أو تناسوا بأنه السياسة بدها شمولية، بدها انفتاح على كل التكتلات والقوى والتيارات. بس شو بدنا نساوي؟ الله يعين كل حي على بلواه. آمين آمين يا أرحم الراحمين. عدم مؤاخذة يا شباب، التهينا باللعب والحكي ونسينا نسألكم، شو بتحبوا تشربوا؟ شو الموجود يا ترى؟ كل شي موجود، كل شي. قهوة، شاي، كابوتشينو، لبن عيران، عرقسوس، كازوز، جامايكا بلا كحول. في رز بحليب؟ في رز بحليب. اثنين رز بحليب. تكرم عينك. هات يا ابني اثنين رز بحليب بسرعة. ايه اللي استاذ اعجب، قررت انه واحد بيناتهم اكثر وطنيه؟ والله شي بحير، يعني الخمس اخوه اللي شفناهم لحد هلا كل واحد له منطق شكل، وصعب تعرف مين الصح ومين الغلط، مين الوطني ومين مو وطني. ايه معك حق. دخلك هذا السادس مثلهم كمان. ها يا سيدي، من اللي انت معتصم بك فستو انتر بارانتيز، هذا أكبر تاجر موالح بالبزورية كلياتها. أيوة، وهذا لأنه حزب منتمي؟ ها هذا الوحيد يلي مو منتمي لأي حزب. يعني ما له بالسياسة؟ إله بالسياسة، مو شيت إنه ما إله، بس ما له انتماء محدد. ها وكيف هيك بقى؟ يا سيدي هذا تاركينه احتياط. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. هلأ إلي أنت لمين قررت تعطي الديوان؟ انت شو رايك؟ انا برايي انه الكل يتشاركوا عليه. هلا هدول بدهم يتشاركوا؟ مانك شايفهم شلون عاملين مثل الاخوه الاعداء؟ بالعكس تماما، هدول مع بعضهم مثل السمنه والعسل. مختار، انت مخبي علي شيء؟ انت عندك السر مطرح؟ ولو في 100 مطرح. يا سيدي أستاذ أعجر، هدول بيت فستو ست تجار، ستة، وكل تاجر ماسك فرع تجاري شكل، بس هنن بالواقع شراكة بكل شي من تحت لتحت. شراكة؟ شلون هي؟ والخلافات السياسية اللي بيناتهم؟ ايه ما في خلافات ولا بطيخ مبسمير. هدول انتر بارانتيز سياستهم الوحيدة المصلحة النفعية، المصلحة الشخصية وبس، مشان هيك وزعوا حالهم على أحزاب البلد بحيث إنه يكون إلهم إيد بكل حزب من هالأحزاب، والحزب يلي بيوصل وبيستلم وبيمشي سوقه بيمشي مصالح كل الأخوة. يا لطيف، فعلاً خطة جهنمية وما بتخطر على بال حدا. طيب والأخ السادس؟ ليش تاركينه برا بلا حزب؟ ها هذا مثل ما قلت لك
تاركينه احتياط لحتى إذا طلع شي حزب جديد يتحشوه فيه دغري وما يطلعوا برا. انتر بارانتيز، السياسي تكتيك.